معسل ده بتاعنا ودي حبة فلوس. يا ابني اللي بتعملوه ده ما يصحش، الفلوس قدامك اهي، خدوها وسيبونا نروح لحالنا. حلمك بس يا خال، في حاجة أهم من الفلوس. عايزين ايه بالظبط؟ راس افندينا. اقعد مين اللي بعتك؟ وانتوا فين دلوقتي؟ يعني كله تمام؟ ما حصلش عوق؟ بركة انكم بخير. لا اصلي كان قلبي مقبوض شوية وعيني كانت بترف، عشان كده تلاقي صوتي مخستح حبتين. توصلوا بالسلامة يا حبيبي. خميس، لا اله الا الله، الحمد لله الحمد لله. اشكرك يا رب اشكرك. كرامة هاتي لي ما ياخد الدواء. شرابية طورين يا حاج. هاتي لي مية توضى عشان أصلي ركعتين شكر لله. حاضر يا حاج. الحمد لله أنت كريم. يبارك لك يا رب. بالراحة على نفسك سلوسي، اللحفة على اللي في سنك خطر، عايزاك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي. هتطفشي الراجل، هيزهق هيهج. عاوزك تطلعي انتي؟ ليه يا اختي من قلة النسوان؟ اخص الحق عليا، كنت عايزاكي ترمي العظمتين تظبطي هرموناتك بدل ما الحيزبونه اللي جوه تجيبلك واحده عالزيرو وتقلبلك عداد وتحطلك فوطه صفرة. عارفه ليه؟ عشان البيبي ولي العهد. اصل انتي ما بتخلفيش. قولي ان شاء الله. انت بنت حلال مش شايفه، وما تصدقيش اي حد يقول لك كلمه غير كده حتى لو كنت انا وفي لحظه غضب. واي مهمه وطنيه بعد كده هتمثلنا بره هتكوني على راس الوفد، سواء داخليا او خارجيا. بس انا زملاتي القدام يشيلوا مني. الادميه دي سيبناها للحكومه، انما هنا الكفاءه هي الاهم، وانت اثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهاده. مساء الانوار يا برنس. شلبي امرني. خد دول وظبط الليل. ما تقلقش يا برنس، كله في السليم. شلبي أمرني. فكها شوية يا شلبي، ده مش مال حرام. المهم يصب في المصلحة العامة يا برنس. برافو عليك، انت أمير يا شلبي. تلميذك. جو اي جو. بوسي، انت مش نبريتي قربت ولا انا بيتهيألي؟ سلامتك من التهيؤات يا برنس. قرب. طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة؟ تأمرني يا برنس. بوسي، نصيحة من أخ الأخ، وفري طاقتك الفياضة لساعات العمل الرسمية، وإياكي والاستهلاك المجاني. أمرك يا برنس. من بكرة الصبح اسمك وصورتك راس براس على الواجهة جنب رمانة، وانتي وشطارتك بقى. إفيه، انا شم ريحه كده مش ولا بد ابدا. هنا في الاوضه ينيلك، انا مش ناقصه قرفه. بقول لك ايه، روحي رشي ولا بخري ولا اعملي لك اي منظر. مش في الاوضه يا ستي. امال فين؟ في الصاله كلها. بنتي يا بيسه
انا كنت مرتاحه من زنك اليومين اللي فاتوا، هتلتي مش طالباكي. ده مش لتي يا ابله، ده كمين، والمصحف الشريف كمين وبيتنصب لك. نهار اسود انت هتشلديني يا بت، ما تجيبي من الاخر وتقولي في ايه. سمعت طراطيش كلام كده ان هم ناويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمره. ايه الهبل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقه، ايه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك، اللهم بلغ اللهم فاشهد. بنتي يا بيسا انت عارفه حاجه؟ يا ستي ناويين يخلوها من اول بكره نمره لوحدها. نمره لوحدها؟ الحق يا كبير، خميس بره وجايب معاه راجل من رجاله حريق. بتقول ايه؟ وهو فين دلوقتي؟ على البوابه، نضرب عليه نار يا كبير. لا اوعى حد يضرب نار، ده جاي يعور نفسه علينا، جاي عاوز يعمل لنا مشكله مع الباشا. اوعى حد يضرب عليه نار، اجري قول للرجاله كده. عمرك يا كبير، محدش يضرب عليه نار. ازاي تسيبه يروح لوحده يا ابو سنه؟ ازاي؟ ما انت عارف ايه ابنك يا حاجه، خميس دماغه انشف من ريق العطشان، قلوب تتحايل عليه ياخد معاه حد تاني غير الزوز؟ قال لي لا الزوز وبس. راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومه. حلف ما تعدي الليله دي غير لما يعلم على النوح ورجالته، وخد الواد اللي مسكناه وراح له بيه. وايه اللي عرفه ان النوح وراها؟ ما هو الواد اللي مسكناه قر وجاي تقعد جنبي. عايزين اعمل ايه تاني يا حاجه؟ الخميس خلاص ما بقالوش كبير، وصغرني الليلة في حوارات كتير قوي، عايزها توصل ليه تاني يا حاجة؟ تاخد الرجالة وتروح على بيت النوح وتلبدله هناك لغاية ما يطلع. ما يصحش يا فندينا يبقى ظهره عريان في وسط ناس زي دي. أيوة يا حاجة بس ده كده. أقول لك إيه؟ ده أمر، أمر يا أبو سنة. هات يا جمال يا رب. حاضر يا حاجة. ما بيخافوش الكلام في الضلمة. ودي مرسالك. يلا 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 معلم. لأنك أنت ما راح تموت، ما راح تموت. ما بدي منك غير تسمعيني شوي. أيوة علي، عاوزك تجيب لي كل تفصيلة صغيرة وكبيرة عن زيارة خميس للنوح. يعني إيه إزاي؟ تصرف يا علي. طيب مع السلامة. سلام. أهلا بسبع البرومبا. مساء الخير يا أم، عاملة إيه؟ أعمل إيه يا قاعدة زي قبل قطعة اهو، ده انا حتى العشاء ما تعشيتوش. مش مهم بقى، المهم مراتك المحروسة كلت وملت بطنها وفي الآخر جايبة لي فصين برتقال. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا بشاير بشاير. والله يا حبيبي لسه شايلة الأكل من قدامها دلوقتي. أنا كدابة بقى وست كبيرة وبخرف، وانت ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ جاتك القرف. انت تايه عنها يا إسر؟ ما انت عارف إن التركي أكل دماغها. برضه اللي التركي اكل دماغها. انما يا بنت الحلاوه دي من امتى؟ ده انت اللي هتاكل دماغي كده. لا وكمان عامله لك الاكل اللي بتحبه جوه. ده ايه طقم الحنيه ده؟ انت حبيبي بتتعب ولازم لما تروح ترتاح. لا كده انا اشك فيكي بقى يا حبيبتي. يعني بقى لنا كام سنه متجوزين ما شفتكيش ولا مره حطال احمر واخضر. ايه اللي جد بقى عشان تعملي في وشك بلده الالوان دي كلها؟ اصل بصراحه بقى من ساعة اليوم ده كنت واحد تاني خالص. اهلا. مش هتدخل تغير هدومك ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، اصل انت النهارده خيالك شاطح لبعيد بعيد قوي. بص عاوز اقول لك على حاجه، انا جاي من شغل مهدول وظهري قافش عليا قوي، وبيني وبينك عايز اقعد مع عمي شويه.
ماشي يا ياسر ماشي، يبقى خلي امك بقى تنفع. طبعا هنفع، امال انت اللي هتنفعي؟ جاتك القرف. بصي يا ياسر، الراجل ده بيحب الست دي، والست دي لحسه دماغه وبيغيظ بيها مراته الاولانيه، وهي بقى مشتاقله فيه. ما هو كل الرجاله كده، ما بياكلش عقلها غير النسوان. الله يخرب بيتك يا بغاوري يا ابن الكل. انت هتفضل قاعد كده جنب الشباك؟ ما تقوم تريح جسمك شويه بدل ما انت بتنازل طول الليل. ما تخلص يا ابني انت، بلاش لك هلع. انا جاي اشوش مغاوي. عملت ايه؟ لفيت لك في الحته كلها، مفيش حد عنده اصلا. اصلي والله صيني، انا هتجوزه. خلص اخبط شوشني. طب اخلع خفيف. انا عايز اعرف انت بتتسير مع مين كل ده؟ يا سلام لو الناس تخليها في حالها. يا راجل يا راجل، الحاجات اللي انت بتبلبحها ديت مش للي في سنك. لمي لسانك يا وليه انت، واعملي لك قفله. انا خايفه عليك، الحاجات ديت اخرتها يا تسليم نمر يا هتعكس بدري بدري. ماشي يا دكتوره معجب، انت ذكي حقنه. انت بتتمارس عليا؟ ماما عاوزه استنى ما اشوف ابوك. انت عارف جوز خالتي سونا كان بيبلبع زيك كل يوم كده، واخرتها ايه؟ جاب دماغه. كوبايه شاي حبر. يوه هو ايه اصلا؟ ما الكوبايه هي قدامك ولا انت شايمه وسفله؟ وادي ام الكوبايه. اعملي بقى واحدة تانية تكون مشبرة للآخر، ما شوفش فيها خلق أهلك. أنا مش فاضية، هعمل الأكل الأول للعيال وبعدين بعمل لك كوباية الشاي الحبر. تعالى ولا منك له ساعدني. جاتك القرف مرة فقر. أوكي مستر لافلافاكس، كاتش يو ليتر، باي باي. خير؟ صحي بدري ليه يا قمر؟ مفيش، نومي متلخبط شوية. عادي يعني. طب كويس، قولي لي يلا كنت عايزاني في ايه؟ أنا بفكر أرجع أسافر تاني. إيه يا فاري؟ وتسيبيني لوحدي؟ يا بابا إحنا قاعدين في بيت واحد، بس كل واحد مننا في دنيا غير التاني. ده إحنا بيعدي علينا أيام ما بنشوفش بعض خالص. عادي بقى مش فارقة. ما أنا سايبك تقابلي أصحابك اللي بتقولي إنهم وحشوكي وأنتِ وحشتيهم. أنت عارف إيه اللي وحشني بجد؟ ماما. نفسي أحلم بيها، نفسي تجيني في المنام ولو مرة زي ما بسمع من ناس كتير. نفسي أروح أزورها في قبرها، الله يرحمها. أنت اتعديتي من مين؟ أنا عشان كده مسفرك برا على طول عشان ما أقعدش أسمع المواويل دي. جرية يا فيري، العمارة ناشفين والحياة ناشفة وإحنا لازم نغلبها. عموماً أنا مضاب لك مفاجأة هتخرجك من المدة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ ولا اقول لك ما تقوليش، انا فعلا محتاجه المفاجاه تخرجني من كل الملل اللي انا فيه. طب ما تعملي لي انت مفاجاه تخرجني من الملل اللي انا فيه، وتعزمي صحباتك الامامير يلبسوا بيكيني ويبلبطوا هنا في البسين. المفاجآت اللي ترد الروح. تاني فيهم الخلخال ولا اللي جاب الخلخال؟ فشر خلخال ايه بس، اللي جاب الخلخال طبعا. انا اول ما شفته قلت لا، ده رمانة مكتوب عليه رمانة، وانا اصلي غاوي خنخيل، انا احب الخنخيل قوي. ولما كنت صغير وبمسك بقى في دي الجلابيه امي، ياه ايام. الله يمسكي بالخير يا امه، وكانت بتوزع بضاعه ساعتها، وكل زبون ليه رنة خلخال. وانا في ديك الساعة لما ابقى في ظل الست ضاوية على سن ورمح. ضاوية دي ملهاش ظل ولا خيال، دي حاجة كده زي المعجزات، تربح في المزاج وتتحكي زي الحواديت. ياه، الواحدة ما تعرفش قيمة الأم غير لما بتحب. تصدق إن أنا دايما لما بكون جنبك بشتاق لأمي قوي. بشتاق لأمك؟ ليه؟ وانا شبهها قوي كده يا رمانة؟ انا ما بهزرش يا خميس،
أنا حتى مش عارفة شكلها، فاكراها كده طشاش، ما شفتهاش غير في قبرها الله يرحمها. ومن ساعتها وأنا مرمية مع ولاد خالتي، صبيان على بنات في شقة قد الحب، بننام فيها زي عيدان الكبريت. وأبويا برضه فص ملح وداب، ولما زهقت وطقت سبتهم وهجيت، ولما سألت عنه قالوا لي إنه حصلها في قبرها هو كمان، مات الله يرحمه. بقيت لما بشتاق لهم أروح لقبرهم أزورهم وأحكي معاهم وأقرأ عليهم الفتحة. خميس، انت نمت مني يا اخويا ولا ايه؟ يا بنت انت بعض سواعي كده بتبقى عليكي حواديت كئيبه كئيبه، بتفكرني بالقناه الثالثه والمتخصصه. فدي جابتني كده معانا في التت والشعبيات كده. تت يا بنت والشعبيات كده يا بنت. انا اصلي ببقى مرتاحه معاك، بحكي معاك بفضفض. ارتاحي بس ما تاخديش ال 30 حلقه كلها دراما. صباح الفل حبيبي. صباح الفل. شديد شديد، احنا مش ريست بقى ولا ايه؟ تموت انت في العاب القوة دي. طبعا، نهار وليل وليل ونهار. الصبح يا خميس. وماله؟ ريست على الصبح كده. ريست الصبح ده هو اللي هيظبط ريست بالليل. واحد. اتنين. تلاتة. الحقنا يا استاذ، البنت هتروح مننا. بنت بنت مين؟ سعاد مراتك. اه انت امها، ايه مالها؟ موتوسيكل سواق اعمى خبطها الصبح، وانا عمالة ادور عليك من ساعتها لحد ما وصفوني هنا. منهم لله. يا خبطها ازاي وهي نازلة من عندك؟ اه شفتها. ايه ايه ايه، إيه كملي طمنيني. وهي حبت عيني من ساعتها نايمة بتخبط. يعني الحمد لله ما ماتتش. اسمعي يا ست انتي، من الاخر كده بنتك ورقتها مع المؤخر زمانهم في الطريق، واطلعوا بقى من نفوخي. ورقت ايه ومؤخر ايه؟ اللي انت بتقوله ده؟ من الاخر كده، البيعه كده بالنسبه لكم ربحانه قوي، وسيبيني بقى عشان اخيرا هعرف انام. روح ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسمعوا عليك. وانت من اهله؟ ده راشق في الغرزه كل يوم والصبح بالليل. لوحده ولا متعود حد يبقى معاه؟ لا لوحده ايه، ده معاه كل الكلاب بتوعه، ومعاه المتر بدران اللي بيقعد يدافع عنه كل شويه، وملموم على بجاش المر البلطجي بتاع زمان اللي مترشح في المجلس. هو مش متجوز؟ اه متجوز، بس بيقولوا مراته دي عيانه. لكن عيانه عندها ايه بقى؟ ده اللي انا ما قدرتش اوصل له، لانه محرج على اي حد يهوب ناحيه بيته او حريمه. وعرفت ايه كمان يا وادي يا ريس؟ هو ده اللي انا قدرت اوصل له يا ست الكل، لانه عامل زي الزبق ما بيهمدش، ده دوخني وراه السبع دخان. كل حد حس بيك. حس بيا؟ انا لو كان حد حس بيا يا ست مطره كان زماني رحت في خبر كان. انت ما تعرفيش افندينا ده ورجالته عاملين ازاي. ماشي يا واد يا رزق، خد. كل ما هتجيب لي معلومات كل ما احلي لك بقك. ربنا يخليك يا ست الكل. يلا ربنا يخليك. ماشي يا شاطر، ابعت لك التريلات في الميعاد. سلام يا حبيبي. طلباتك اوردر واجب التنفيذ يا فندينا. قد الاول يا بجاشي، قد الاول. انما عدم المؤاخذه يعني في السؤال، انت من امتى ديك في سكه النسوان الحبله؟ توب علينا ربنا. مش سكت انا يا بجاشي، مش سكت انا حبيبي. امال سكه مين؟ سكه اللي ما يلوكش وما يسالش. خميس خميس خميس، انت هنا يا خميس. الله يخرب بيتك يا بدران، ادي يا سيدي اللي لا يلوك ولا يسال. ايه المصيبه وتجري فيها؟ وراك ايه المره دي؟ انا دخت وراك يا خميس. انت اللي دوختني بمصايبك يا اخي، انا هتجنن. هو مين فينا المحامي بتاع مين؟ ماشي ماشي، انا بجد عايزك دبوس. ماشي اقعد، بس خد لك الله. مش ده عم زغلول؟ زغلول اللي قلنا ابو فتنة. يا عم زغلول. عم خميس. عم زغلول. خميس. مين؟ افندينا. عم زغلول. الف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. يا راجل يا طيب. الله يكرمك والله يا ابني، ليل نهار كنت بدعي لك في شدتك. صادق يا حبيبي صادق. أخبارك إيه؟ الحمد لله في خير، كلنا في خير والله. يستاهل الحمد. أنا بقى مش بخير. اقعد يا بدران.
واخبار فوتنا ايه؟ والحمد لله ربنا كرمنا اخر كرم وفوتنا كبرت وقت في المعهد، وده بفضل الله وفضل مساعدتك لينا يا ابني، بالرغم ايه ساعدنا في وقت ضيقته. بسم الله ما شاء الله كبرت يا فوتنا، ده انا قلت هاخدك بالحضن وتنططي على حجري زي زمان. مؤاخذه يا زغلول، بس الواحد فوجئ زي اختك يا ابني. على كده الواحد غيبته طالت بقى. الف بركه رجوعك بالسلامه يا معلم. الحمد لله الحمد لله. الظلم وحش يا مفوتنا، الظلم وحش قوي. انما ايه الكتب دي كلها يا عم زغلول؟ دي اصلها اهي نوايا بتسند الزير. زير؟ اه زير ايه؟ وانتوا لسه بتشربوا من زير؟ ياه. وكل دي نوايا؟ الله يحفظك يا ابني. بص بقى، المعايش دلوقتي يا ابني بقت صعبه، والنفس لسه عزيزه، فانا والبنت فوتنا فكرنا في حاجه حلوه قوي. هي بتقعد على الكمبيوتر طول الليل بتشوف المعلومات المهمه تديها لي، ندبسها ونعملها في طبعه شعبيه ونبيعها بجنيه واحد للناس. اهم حاجه انها شعبيه. نعم انا ابتديت شعبي. هو ده الصح، احسن حاجه الشعبي ده. ايه يا فوتنا، مش هتسمعينا صوتك بقى ولا ايه؟ مكسوفه؟ لا مش مكسوفه. امال ايه؟ فرحانه. اللهم صل على النبي. اشرب شايك لا يبرد يا معلم. بسم الله ما شاء الله. لا انا لازم امشي بقى عشان استاذ بدران المحامي مستنيني. انا قلت اعدي اسلم بس. تسلم من كل راضي يا ابني. يلا ما تنسناش يا ابني، بعدي علينا. واجب. ضلنا فوتنا يا خاله. فوتنا؟ فوتنا فوتنا اللي كانت واقفه هنا، ولا دي مش فوتنا دي ولا ايه؟ انا فوتنا مزعل نفسك ليه؟ افوتنا افوتنا. تعال تعال خد يا فوتنا. احنا بقى ايه؟ علم بلدي وده سلوينا وعواد. خد. لا ما ينفعش، خيرك سابق يا ابني. ما تجيش منك انت يا عم زغلول، والله خيرك سابق. ملوش لزوم يا معلم. لو عايزه تكسف ايدي ما تمدش ايدك. انا هاخد ورقه واحده بس بشرط. شرطي زي ما انت عايزه يا استاذه. تكتب لي عليها للذكرى والقلم اهو. قلم. طب ما تكتبي لي انت. ماشي. ها يبقى احسن برضه. اكتبي اللي اقول لك عليه. يا رب ابعد عنك شر الناس، اشوفك متعلمه واحسن استاذه في المنطقه، احسن من الاستاذه فاطمه اللي ورا على الناس. استنى 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 زوز. هناك كل ده فين؟ الخميس. فوتنا توب علينا ربنا. تعالي وادي احلى بصمه لاحلى حجر. لاحلى احلى بنوته. ربنا يحميك يا فوتنا. شرفت يا معلم. طيب السلام عليكم. نورتنا يا ابني بألف سلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا زعلان منك يا معلم هرم. ليه كفل الشر يا معلم نوح؟ في عيال من تحت إيدك بيلعبوا بدلهم من وراك في توزيع البضاعة. محدش من رجالتي يقدر يعمل كده يا معلم. عملوها يا معلم عملوها، وأنا ما أقولش كلام إلا إذا كنت متأكد منه، خصوصا رجالة لو كان الحوار ده هيلطنا كلنا. والمثل بيقول الميه بتكدب الغطاس. يلطنا ازاي يا معلم؟ ما تنورنا يا معلم نوح. رجالة المعلم بياخدوا بضاعتنا يهرسوها عشان يحلبوها، وده حرز يثبت كلامي. ده شريط من شغلنا رجالة صح؟ هو غيانه تمام يا معلم. ماله بقى يا معلم؟ الشريط ده قبل وده شريط بعد. الاولاني ده شغلنا النظيف، التاني ده مكتوب عليه اسمنا صحيح بس مش شغلنا، شغل براني مضروب. رجالة المعلم بياخدوا الحباية بتاعتنا يهرسوها ويضيفوا عليها المضروب
وبعدين يعبوها تاني ويبيعوها بنفس السعر. بعد ايه؟ بعد الشريط لما يعمل 10. واحنا بقى سمعتنا تتضرب في الحديد وهم يعدوا الالومنيوم. مش معنى رجالتنا، ليه ما يكونوش رجالة حد تاني؟ بالراحة يا معلم بالراحة، واحنا جايين نتخانق؟ لا، احنا جايين نتفق وننور بعضينا يا رجال. احنا كلنا في مركب واحد، لو غير يتحطوبي بينا كلنا. انا هدعبس في الحكاية دي، ولو طلع حد من رجالتي ملطوط انا هحط رجالته تحت رجلين الكل. كده يبقى عداك العيب يا معلم. واحنا كده يبقى استبينا يا سيد المعلمين. نشوف بقى حصتنا من الجديد. نشوف، وربنا يهديم المعروف. امين يا رب. ما تشربوا الشاي يا رجال، ده حتى شغلنا ما بيحبش الا الشاي. مبقاش فيها بركة، والناس ناس مبقاش يا أخويا، نفوسهم بقت وحشة، الكل بقى بياكل في بعضه، وتلم العاطل على الباطل، وتلخبط الحابل بالنابل، دنيا بقت سلطة على الآخر. أنت جايبني عشان تفكني ولا عشان تنكد على أهلي؟ اتقل أنت بس اتقل، دورك جاي ما تقلقش. ايه تاني؟ اه لو كنا بنقول ايه يا اولاد، ولا وصلنا لحد فين؟ السلطه يا معلم. ايوه، تروح بقى ايه؟ فارك ايدك برشه كزبره وبصلايه ومخرط. معلمي ايه؟ مش ده الحوار. امال ايه الحوار؟ اختلط الحابل بالنابل. امال احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ عارف كل ده ليه يا بجاشي؟ ليه؟ من البلاوي اللي طلعوا لنا فيها الايام دي. ايش نص احمر على ايش نص ابيض على ربع جرام ونص جرام على ايش ترامادول؟ والعياذ بالله، الحاجات دي بتبوظ كيمياء ربنا اللي خلقها جوه الانسان. يعني الانسان ياخد كيمياء يضر بيها جسمه، معقوله البني ادم يضر نفسه؟ معقوله؟ ماله الحشيش؟ ماله الحشيش؟ ماله؟ طب انت بالذات عمرك سمعت عن محشش قتل؟ لا. سرق؟ لا. ثبت ناس في الشارع؟ لا. بلاش دي. عمرك انت سمعت عن محشش قدر واحد ولا حتى كشر في وش واحد؟ لا. انت سامعني؟ لا. التعبيرة دي جامدة قوي يا رجالة. ايه ده؟ طب انتوا عمركم سمعتوا عن محشش اتحرش بواحده؟ عمرنا. طب عمرك انت سمعت عن محشش واحد في الارض استوطى مع البنت بتاعته وبعد ما لمؤاخذه سلبها عز ما تملك؟ خميس، ما انت سامعني اهو. حلو يا معلم. عمال يقول لك لا. ايوه، ومش هو اللي بيقول ده، مخلي نفر جوه بيتكلم بداله. اطلع يا. حلو يا معلم. ادي اللي خدناه بالبلاوي دي يا سيدي. طب انا بقالي 21 سنه. اه 21 سنه بحشش يوميتي صبح وليل. اسال عيال امي. ايوه، وعمري يا اخويا ما ادمنتوش. لا، عمري ما اتحرشت بواحده. الله يخرب بيوتهم، خلوا الدنيا ملهاش طعم وقالوا لنا المزاج. شد يا بدران، خد الجوزه شد، بس اوعى اتحرش بيها. ايوه ايوه، اسد اسد. هو ماله؟ هو مين؟ بدران. هو جاي رايح وجاي. تعال
رمانة رمانة استني بس رمانة استني استني بس يا نجمة مصر. نعم انتوا خليتوا فيها نجمة ولا نيلة؟ صدقيني انت فاهمة غلط واشتري مني. يا اخي انا مش عايزة افهم حاجة خالص، انا قاعدة في بيتي ملكة ولما تعرفوا قيمتي كويس اجوا تعالوا. مش حلو الكلام ده، ولا بيحل ولا بيربط. جاك حل وسطك يا بعيد، هي ناقصاك يا ابن مفكوكة. كده برضه يا رمانة؟ رمانة رمانة شرسة قوي بس طيبة. تعالى يا بابا، لقيت لك كام موضوع حلوين قوي، دول عناوينهم، هجيب لك بقى بقيه الداتا بتاعتهم عشان نعمل كده كام كتاب حلوين. يا بنتي يا حبيبتي بالراحه على نفسك شويه، شكلك تعبان. انا مش تعبانه ولا حاجه، وديني بتسلى. تسلى ده ايه؟ الحاجات دي هتعطلك عن مذاكرتك. يا بابا ما انت عارف بنتك كويس، انا يا دوب ابص في الكتاب من هنا احفظه صم، والكتب دي بتعلم منها وانا بقراها، وبرده بابا القرشين اللي بنطلعهم من الكتب ديت بيسندونا. مش معقول كده يعني هنفضل عايشين على الفلوس اللي ببعتها افندينا. انا كبرت يا بابا وما بقاش ينفع كده. اه والله يا بنتي عندك حق، الراجل يعني من ناحيته عمل اللي عليه وزياده، وبيتعامل معاكي كانك اخته بالظبط. طب سيبني بقى يا بابا كمل شغلي. حاضر يا حبيبتي، تصبحي على خير. وانت من اهل الخير. اقول لك ايه، اعمل لكيش حبه شاي صغننين. ربنا يخليك يا بابا، مش عاوز حاجه. طب سندوتش جبنه. يلا بابا بقى عايز اكمل شغلي. يلا بابا عايز طب كملي. يلا ربنا يقويك يا بنتي. اللي انت قلتهولي على التليفون ده اللي سمعته يا برنس. انت متاكد؟ ايه اللي متاكد؟ معالي الباشا امرني. معالي تشرف وتآنس في انتظار معاليك، احنا نفرش الارض ورد. مع السلامة. ده الباشا الكبير صح؟ كملت يا شلام. احنا اتحسدنا ولا ايه؟ ولا ايه؟